وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قمتنا خريص قصاغة المسألة قفيق هي في الحقيقة مزيان لإنسان أقول نيسي حصل كرا الإشكال ورتي فيه مخصد قيسي سقصا أريتيني إنك رستوق عن تاني تولا مدن كل شيء أريتو الدلدان أرنك الشمن مدنس المسجد إنك أرنك الشمن مدنس كان تحية المسجد. طبعا تلابد أنت تحية المسجد أنت تلابد ولا تيوسقط لا بعد العصر ولا قبل المغرب ولا دائما انتت وتسمتت الأوقات الكراهة وتقام من دوات الأسباب بس تسكت في أي وقت وخا بعد العصر وخا وقت الظلين قبل المغرب إن ولكن زريخ البعض من تسكي التوية الركعة أتكي وية الركعة سنك شمل الإمام تقام الصلاة يبي إن غونش كان يسي يجوز أم لا يجوز. نعم إلا كيس الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مالتيني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أريتني النبي صلى الله عليه وسلم يكشم الإنسان يتنفل لا تحية المسجد لا نافلة سيسلا يقد قامت الصلاة صافي خصتا يبي وريس المكة يبي غمكان فلا صلاة إلا مكتوبة. إذا غوش كان نقمال لي سكرم بن أثي يجوز وخوز كملت الصلاة يقدر الذي قد قامت الصلاة وإقامة الصلاة يبدأك الله أكبر يتقام الصلاة في بيت التحقت في الفريضة والله أعلم.